هل تتوقع نجاح خطة التعليم واستئناف الدراسة رغم تهديدات كورونا؟ بصراحة اللي أنا شايفه في الفترة الحالية لا طبعا، ونفس الدراسة تتأجل عشان هيبقى فيه إصابات تاني، وشايف إن الوقت الحالي ما يسمحش لحد ينزل مدارس أو جامعات. شايف إن التعليم أونلاين ممكن يفيد الطالب بشكل كبير ولا هيبقى صعب على لسه الطلبة المصريين مش مؤهلين لده؟ هو بصراحة الأونلاين هيبقى صعب على بعض من الناس، عندهمش خبرة قوي، ففي فئة معينة اللي هيسمح ليهم الاونلاين، وفئة تانية مش هيعرفوا يشتغلوا اونلاين خالص. يعني بصراحة لا، الوقت اللي احنا فيه ده مش هينفع، المفروض يعني تتأجل شوية لحد ما الدنيا تتظبط عن كده شوية. بصراحة انا متفائل جدا بموضوع التعليم، لان الاطفال احنا عندنا اولادنا جيل غيرنا احنا، يعني احنا برضو كان لنا ايديولوجيه معينه وكان لنا طريقه معينه اتعلمنا بيها. انا شايف ان الاطفال اكثر ذكاء واكثر حرفيه من الاول، وده طبيعي في الحياه. يعني بجد ما ينفعش اللي كانوا بيتعلموا زمان بنفس الطريقه والقرايه والكتابه، دلوقتي الموضوع بقى مختلف، بقى في تواصل اجتماعي، وهو اوريدي الاطفال دلوقتي بقت اشطر مننا، من جيلنا احنا ومن الجيل اللي قبلنا في التواصل الاجتماعي. فالتعليم عن بعد بالنسبه لهم، لو في الماضي كنت هقول لك هيبقى في مشكله، احنا ما تعودناش على ده، لكن بالنسبه للاطفال انا شايف ان هم اوريدي عندهم قدره ان هم يستخدموا الحاجات الحديثه وبيتجاوبوا معاها. فانا رايي الشخصي ان الموضوع ممكن يبقى، ممكن في الاول ما تبقاش نسبه النجاح كبيره قوي، بس انا شايف ان لا، ممكن يبقى، لان ده في العالم كله على فكره مش عندنا بس. هو ممكن في ظل الاونلاين اللي بيدرسوا بيه الطلبه فينجح إن شاء الله، يلاقي حاجة حديثة وكويسة، ودي بتشجع الطلبة على التعليم من على بعد، فتكون أفضل ليهم للمستقبل كمان. هو حاليا مش مؤهل، بس لازم يتأهل، إن العالم كله بقى ماشي بالطريقة دي، في ناس بتاخد دكتوراه بره عن طريق الأونلاين، فلازم يتأهل ويعتمد على البحث، ويعرف يعني ايه بحث، ويعني ايه اونلاين، ويعني ايه مذاكره عن بعد، ما يفضلش بنفس الوتيره، لما تهيال ان احنا مش هنتقدم. الدراسه تكمل عادي، بس في ظل برضه الالتزامات وكده، بالذات برضه ان الاعداد في تزايد، يعني مهما قلت هي برضه بتزيد، ومفيش وعي طبعا عند الشعب، الناس كلها ماشيه وكله مسلمها على ربنا، فطبعا هو ربنا على كل توكل، فاحنا لازم برضه ايه هننزل بس ناخد بالنا طبعا من الارشادات الوقائيه كلها، وربنا يستر.